تم تأسيس المصنع سنة 2016 وبدأ عملياته في السوق ودخول السوق سنة 2017. مصنع الشرق الأوسط للبيتومين المعدل يعمل على إنتاج المواد البيتومينية التي تستخدم في الطرق والشوارع وعوازل للبناء. حالياً المصنع يعمل على إنتاج المواد البيتومينية مثل البيتومين المعدل باللدائن أو البيتومين المعدل بالإطارات التي تعمل على تحسين جودة الأسفلت بحيث يعطيه عمر أطول ويتحمل درجات الحرارة العالية ووزن السيارات والشاحنات. نشكر دعم بنك الدوحة اللي كان يعمل معنا جنباً إلى جنب من خلال الدعم المادي وتوفير النصيحة. بنك الدوحة كان يمتاز بالسهولة والمرونة في إنجاز المعاملات والخدمات التي يقدمها، وهذا كان سبب من أسباب النجاح لدينا في مصنع الشرق الأوسط للبيتومين المعدل.